كتقول لنا وفاء صاحبه حكايتنا الليله ترددت بزاف باش انا نحكي لكم قصتي واللي هي صعيبه ببساطه لانه خفت لن تعرف خصوصا من الفاميلا ديالي، ولكن حيتاش بصح انا محتاجكم انكم تعطوني قلبكم ودنيكم قررت باش انني نبوح باللي كاين بلا زياده ولا نقصان من هالبنات انهم يستافدوا وما يطيحوش في الخطا ديالي واللي تقدر اي وحده تقدر تطيح فيه، ومنها تحلوا لي حتى نتوما شباب حيتاش قلبي ما نتقفل في وجهي. ما تمشيو فين وبقى معايا حتى تالي الحكايه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دار كيف العاده. غير هو باش تفرحني وتعاون هذه القناه انا تزيد القدام، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود ولكن تيدير معايا فرق لي هو كبير. فخير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا وفاء بنت عائله المحافظه، عندي زوج ديال الخوت، انا هي الوحيده بنت ما بيناتهم. دوز واحد الطفوله اللي هي مزوينه ولله الحمد، شديت الباك ديالي لانه والديا ملحين بزاف على القرايه وباغيني باش انا نوصل وباش نقرا وبزاف ديال الحوايج انا نحققهم في هذه الحياه. والديا ضربوا معايا تماره من التحضيري الباك وهما تيخلصوا عليا في الخاص لانه تيخافوا عليا. العقليه ديالهم تيقولوا بلي انه غادي تمشي للعمومي، لا غادي تولي كترافقي مع البنات اللي ماشي حتى لهيه، لا راه ما كايناش مراقبه تما وما كاينش الزيار ويقدر يضحك عليك شي حد. درت 20 عام وكان مازال ترونسبورت خاينو معايا تيجي لي حتى لقدام الدار باش انهم والدي يحميوني، هادي هي عقليتهم، ما كانوا مخصصيني حتى شي حاجه. فمن بعد ما شديت الباك ديالي بنقطه اللي كانت مزيانه مشيت كملت في الشعبه ديالي في مدينه واحده اخرى. والديا كراو ليا في بلاصه اللي كانت نقيه وكلشي كانوا موفرينو ليا، كنت مزيانه وما نقدرش نوصف لكم الراحه اللي كنت عايشه فيها لانه كانت حياتي مرتاحه ما عندي حتى هم من غير القرايه. كنت كنفيق الفجر ديالي، كنت كنفيق في الفجر ديالي وكندير اذكاري وكنمشي لقرايتي وكنجي وكندير الغديوه ديالي، كنت مرتاحه بما تحمله الكلمه من معنى لدرجه انه كنت مركز على الدبلوم ديالي نشدو فقط لا غير. كنت مرتاحه بما تحمله الكلمه من معنى لدرجه انني كنت مركزه غير على الدبلوم ديالي انني نشدو. كنت عايشه بخير ديما تنقول الله على هاد الراحه اللي انا عايشه فيها واللي هي كانت في شي شكل. كنت نقول غير يا ربي السلامه عندك شي نهار نضرب راسي بالعين بكثره ما كان كلشي مقاد في حياتي بسبب والديا. حتى واحد النهار غادي نتلاقى مع واحد الولد اللي هو معقول وخدام وموظف ومزيان وظريف مؤدب، كنت ارتحيت معاه. اول نهار تلاقيت به مازال قال لي يا ابنت الناس انا باغيك للزواج، مرحبا ولد الناس. انا صراحه ما كنتش دايره في بالي نهائيا انني غادي نتزوج واحد النهار لانه كنت مركزه فقط على قرايتي. فهو منين هضر معايا بحال هكاك ودخلني باللي انه باغي معقول قلت نشوف. انا تنقرا وكلشي على قرايتي ووالديا خسروا عليا بزاف ديال الفلوس وباقيين تيخسروا عليا فلوس صحيحه. انا باغي نبني اسره وباغي ندير عائله وباغي حتى الاستقرار، ولكن نكون خدامه ونكمل قرايتي هو الاول. هاد الساعه عندي حاجز اللي هو الدبلوم ديالي. قال لي انا سولت عليك وفاء من قبل وعرفت كيف دايره وعرفت حتى داركم وما غاديش نحرمك من القرايه وحتى من الخدمه، غير هو خاصك تكوني انت محترمه راسك وديري الزيف ديالك وتلبسي وتلبسي واحد اللباس اللي هو طويل وفارضه شخصيتك. هو تيهضر وانا بقيت نشوف فيه. قلت مع راسي دابا وفاء ما غاديش تبقاي ديال راسك اذا تزوجتي، حيت اذا دخل لحياتك بزاف ديال الحوايج غادي تحبسوا عليك. مثلا اذا كنتي باغا تخرجي للخارج باش تكملي قرايتك مراد الدبلوم هو ما غاديش يخليك. هضرت مع راسي ولكن صراحه حسيت براحه معاه. جا واحد النهار في غادي نتعرفوا اكثر، خرجت انا وياه وتاكدت باللي انه الشخص المناسب ليا. انا ما تنقلب لا على زين ولا على تبوقيصه ولا على فلوس كثر من القياس، كنت باغا غير واحد الشخص اللي يكون على قدو ويحن فيا ويتهلا فيا ويكون راجل صالح ليا. انا فاش شفت انه كيليق بيا قلت غادي نضحي بشي حوايج من احلامي على قبله، مثلا انني نقرا في نفس المدينه نخدم في شي بلايص هو قابل بهم. تقت فيه وقلت صافي توكلت على الله. خصكم تعرفوا بلي انه الانسان عمره ما تجرأ عليا ولا جبد لي شي موضوع خايب. ظريف كنخرج معاه كنتقهوى عمره ما قلل عليا الحياه. كنت قلت ليه بلي انه بلاتي ما تهضرش دابا مع والديا حتى نكمل العام ديالي بدماني تعرفنا اكثر
وديك الساعه يكون خير. غادي يستمر التعارف ديالنا في المعقول. بعد مرات كنتناقشوا في امور اللي هي تافهه بحال علاش انك ما صونيتيش عليا، ما سولتيش فيا. واحد النهار مشينا لواحد البلاصه اللي هي مخلويه، هو تقرب مني وانا ما عجبنيش الحال. رجعت للدار وما عجبنيش الحال، تنصلي وتنقول يا ربي تسمح لي، يا ربي دير شي تاويل ديال الخير. قلت لي فلان انا ما عجبنيش داك التصرف اللي درتي قبيله، حيت انا ما باغاش هذا الشيء وماشي هذا هو الهدف. قال لي شوفي يا وفاء، بصح انا غلطت، راه غير غرني الشيطان وراني باغيك الحلال فعلا وقولا. بقينا مره تنخرجوا وكنتلاقاو وكنهضروا. قال لي بلي انا ارتحيت معاك يا بنت الناس، جيتيني معقوله وظريفه، انا راه نويت معاك الحلال. حتى المره اخرى عاوتاني قبل شهر من انه فاش قلت لي بلي انه اجي تخطبني، هي فين غادي نمشيو لواحد البلاصه غادي توقع ما بيناتنا، اعتذر على هذه الجراه، ولكن وقعت بيناتنا علاقه ماشي كامله، علاقه اللي دامت غير 5 ديال الدقائق، ولكن ما قدرتش نقول ليه فيها لا باش نكون معاكم صريحه. بديت كنبغيه وما قدرتش نخسر ليه الخاطر، ولكن ككل مره غير انا رجعت للدار قلت ليه فلان راني عمرني ما درت هذا الشيء من قبل، عمرني ما كنت باغا انني نديرو، وراني كنحس بواحد الذنب اللي هو كبير دابا. انا فاش دخلت الدار تنبكي، اول حاجه غادي ندير هي غادي نصلي، وكنبكي وتنقول يا ربي راه علاقتي معاك زوينه، ما بغيتش نخسرها بشي حاجه الحرام. كنت كل مره كنطلب الله انه يسمح لي حيت درت داك الغلط اللي كان شبه فادح، اولا نقدروا كاع نقولوا بالنسبه لي انا راه فادح، علما انني عمرني ما توقعت بلي انه غادي يجي شي نهار اللي غادي نطيح فيه في هذا الموقف، لانه كانت شخصيتي قويه، لكن هذا الموقف عقلوا عليه مزيان ما غاديش يدوز كعابر سبيل. انا فاش عاتبته غادي يبرئ ليا الموقف بلي فاش نكون معاه تنجذبو وما تيقدرش انه يقاوم. قال لي ولكن هادشي ما تيعنيش بلي انه انا ما باغيكش للحلال، راه غير غلبني الشيطان. قلت لي كنتمنى بلي انه هادشي ما يوقعش مره اخرى، هذه اخر واول مره يوقع بحال هذا الحدث. اتفقنا. من بعد داك الشهر بقى لي اخر امتحان اللي كنت كنتسنى باش انني ندوزو ونمشي لدارنا. فهاد الشهر بالضبط الدوره الشهريه ديالي كنت كنتسناها ما جاتنيش. ايوا هنا فين غادي تبدا القصه ديالي، وهنا فين غادي يبداو الاحداث ديالي والتعاسه ديالي. منين ما جاتنيش صراحه ما ديتهاش فيها ببساطه، حيتاش فاش وقعات ديك العلاقه ما عرفتش واش غادي تصدقوها ولا لا، ولكن فاش وقعات ديك العلاقه ما بيناتنا ما فقدتش فيها العذريه ديالي، يعني ما وقعاتش شي حاجه اللي نقدر نخاف يعني ما وقعاتش شي حاجه اللي نخاف منها. بلا ما نتعمقوا اكثر، المهم راه كنت تبارك الله قوي بزاف وفهمت. المهم فاش انا ما جاتنيش ديك الدوره ديالي كملت عادي، ما عمرتش راسي بحتى شي حاجه وما حسيت بحتى شي اعراض نهائيا مختلفه في الجسد ديالي. غادي يدخل الشهر الاخر ودازت فيه 10 ايام والو الدوره ديالي مازال ما جاتنيش. واحد النهار كنت كندوي انا وياه، غادي يسولني واش بصح مازال ما جاتكش الدوره وفاء؟ لا ما جاتنيش. واخ انا غادي نسولك، واش فايت وقع ليك بحال هكا في حياتك؟ مره واحده من نهار عقلت على راسي، يعني ربما حتى دابا راه وقع لينا نفس البلان، لانه كنت مستبع، لانه خصكم تعرفوا بلي انني كنت مستبعده نهائيا انني نكون حامله. غادي دوز 15 يوم على ديك الدوره، ومره مره كانت كتصبح معتي ضراني وانا مولفه هاد القضيه، وكان حتى المورال ديالي ماشي حتى لهي، كانت نفسيتي على سبه، واللي دار معايا شي حد شي حاجه دغيا كنبكي في دارنا. غادي نعيط ليه وغادي نقول ليه فلان ها شنو ولا توقع ليا مؤخرا. المهم في هاد الوقت ماما انا ذاك مشات لمدينه واحده اخرى عند واحد خالتي حيت عندها شي مشاكل جلسات معاها، فبقيت انا وبابا في الدار وخوتي راه كبار وخدامين. هاد الوقت انا اللي جلست في الدار غادي يقول لي الخليل ديالي اجي جربي تست ديال الحمل باش نحيدو الشك. اهفلا ولكن ما وقعش شي حاجه اللي غادي نقولو بلي انا غادي تادي الحمل من غير داك الخطا ديال مره واحده، وزيدون انا راني مازال باقا عذراء. لا عافاك وفاء خلينا نجربو. داك النهار كان بابا خدام، نضت بكري ودرت معاه في واحد البلاصه وانا سنطلب الله يا ربي ما نكونش حامله، واخا ما يمكنش. مشيت لقيت انا وياه وجربت داك التيست اللي في المفروض انه كتسني واحد شويه باش انه تعطي ليك النتيجه، لكن فاش انا درته هنا كانت الصدمه. تخيلوا معايا انه ديك الساعه غادي يطلعوا لي الزوج ديال الخطوطة، يعني الحمل ديالي كان مؤكد وكان شويه قديم، وما يمكنش كيفاش حسيت، دارت بيا الدنيا، ما فهمتش ما تيقتش، ويلي واش انا حامله؟ راه ما يمكنش. بقيت غير كنشوف. هو قال لي شوف يا وفاء، انا من النهار الاول عمري ما بغيت معاك شي حاجه خايبه، وانا بغيتك للحلال، وحتى دابا غادي نشوف الحلال، غادي ندوي مع باباك في الوقت باش اننا نزربوا علينا كل شيء. اتفقنا حنا على هاد الهضره، واخا هكاك رجعت للدار وانا تنبكي
حالتي حاله ومازال ما مسيقاش. فاش عرفت راسي انني حامله عاد فهمت الاعراض اللي كانوا فيا بلي انهم ما كانوش عاديين، وزاد دازت عليه واحد التمره اللي كانت كثر لدرجه انه فكر شي ما كانت كتبقى ليا حتى شي حاجه. ومن حسن حظي انه ماما ما كانتش معنا في ديك الوقيته، حيتاش اكيد كانت غادي تعاقب كل شيء. اللي كليتها كنت نرجعها جزاكم الله، وكل صفره الماء هو التالي ما كانش يبقى ليا في معدتي. واحد النهار رجعت داك الماء وزلقت فيه وطحت وبقيت تنبكي نهاريت بالبكاء. الحمد لله انه بابا كان تيكون خدام في داك الوقت، كذلك خوتي، فكنت نبقى غير بوحدي. ومن فوق هذا الشيء كامل كان خاصني انني نوجد الماكله لبابا، ما تنكمل داك النصيب ديال ديك المرقه حتى خاطري كتبغي تخرج ليا من بلاصتها. دزت من العذاب وما يمكنش كون كانت معايا ماما في ديك الوقيته كون فهمات شنو كاين طايره. من بعد يومين فاش عرفت راسي بلي انني حامله، مشيت انا وهي عند الطبيب. وليكن في علمكم بلي انه انا راني تنخرج فاش الدار كتكون خاويه فقط، لانهم والديا ما كيخليونيش نتحرك. فاش وصلنا عند الطبيب غادي يقول لي بلي انت حامله وفاء بشهر ونص. تخيلوا معايا، يعني وصلت لواحد المرحله لانه ما يمكنش تطيحي داكشي اللي في كرشك، ما يمكنش نقتل روح. صعيب، ولكن فاش كتحطي في ديك الحاله تيبان لك غير الظلام. اذا عرفوا والديا والده في الحرام، ما نقدرش نجازي والديا بحاجه خايبه من بعد ما تاملوا فيا غير الخير وتقاتلوا معايا. قال لي الطبيب بلي انا كلشي عندك مزيان وصحتكم بزوج، لا انت ولا البيبي هي هذيك. عطاني شي دوايات، قلت للطبيب ديالي واش كاين شي احتمال دكتور انني نجهض داك الجنين؟ رفض. وقال لي اذا مشيتي درتيها عمرك ما غادي ترتاحي في حياتك وفاء. انا كنت مصره لانه كنت نقول فين غادي يتزاد هذا البيبي اللي غادي يجي وكيفاش، وبغيتو يكون اصلا هو ولد الحلال، ما بغيتوش يتعذب ولا يمرض ولا يتعقد. فاش تنسول تيقولوا لي شربي المسخن، شربي العشوب، شربي البابوش، ولكن جربت هادشي كله ما طاحش ليا، لدرجه كنت نقفز من شي حاجه عاليه ووالو. تنطلب الله يا ربي طيحوا ليا من عندك، راني ما بغيتش ندي انا شي ذنب. لكن كان باقي عندنا الوقت باش اننا نصلحوا هذا الخطا. لغدير خالد ديالي مشى دوا لبابا، تلاقى به وهضر معاه على اساس بلي انه انا بغيت بنتك الحلال. بابا جا ما قال لي والو بحكم انه بينا الاحترام، فمشى دوا مع ماما وقال لها راه واحد الولد جا دوا لي على وفاء وراه بغى الحلال، حاولي تجي نتيا وتهضري معاها شوفي رايها في الموضوع. نهار عرفت راسي بلي انني حامله من موراها بيومين مشيت عند الطبيب، ويومين من بعد دوا الخليل ديالي مع بابا، وربع ايام من بعد كان التعارف نتاع والديا. يسروا معايا ماما بعدا فاش جات لقاتني مريضه وحالتي صفرة وكل ضعيفه. اش وقع لك بنيتي وفاء؟ ملي وليتي في هذه الحاله؟ المهم وصل نهار نتاع التعارف، جا هو وعائلته، امه وباه وخوته، تشوفنا اتفقنا ويسرنا الامور. امه غادي تدور عند ماما وغادي تقول لها لا فلانه فوقاش نديروا العرس، لانه بالنسبه للعائله ديالنا راه شي حاجه اللي هي ضروريه، خصوصا انه عندنا عائله في هذا الصيف اللي هي جات، فما كرهناش اننا نسهلوا الدعوه هذا الوقت باش كلشي يحضر. درنا واحد النهار الفلاني في داك الاسبوع باش اننا نديروا الخطبه وشنو هما يجيبوا معاهم. الايام كدوز وكيبان ليا نقولوا الخطيب ديالي بلي انه كيتبدل عليا. وصل النهار ديال الخطبه تسيف عليا ما تيجاوبنيش، كنصيفط ليه والو، تخاصمت معاه وحسيت به بلي انه بدا كيتهرب مني وكيبعد مني. داك النهار ديال الخطبه بكاني واحد البكاء عمرني ما نساه في حياتي، حيت فاش جاوبني بدا كيغوت وتيدوب بواحد الطريقه اللي كانت خايبه، ما بقيتش عرفتو. عائلتي كلها كتسول سولي العريس امتى جاي باش نعرفو فوقاش نتعرضوا ليهم. انا ما رضيتش وكان عندي ضغط كبير وبقيت تنبكي، لكن في الاخير ها هو جا. تعرفنا على الافراد ديال العائله ديالو ودنا اللي قسم الله ورحبنا بهم. من بعد الخطبه وقع نقاش اللي كان بسيط، حيت داكشي اللي كانوا خاصهم يجيبو جابوا اللي هو ناقص. انا ما تسوقش لكن العائله هم اللي اصروا، فلان ما كبرش بيك وما جابش ليك وغير زوج ديال الحويجات، انا ما عجبنيش الحال وبقى صغيره وما فاهماش في هذا الشيء وفي هذه التقاليد، وبلي اذا سمعت شي حاجه ما هياش ما كنتش عارفه بلي انه ما خاصنيش نوصلها ليه هو، ما خدمتش بذكاء لانه ما عمرني ما دزت من هذا الشيء. انا اللي سمعتها كنمشي كنقولها ليه. واحد الاطراف من العائله ديالي قالوا لي بلي انه عندك وفاء تمشي تولدي معاه من دابا، صبري حتى تعرفيه راه بنادم كيتبدل، وفي الاخر تمشي تلاقاي راسك واحله، عاشريه شوفي هو الاول واش صالح ليك. يعني دوك النصائح العاديه اللي كيتعطاو لجميع البنيتات المقبلات على الزواج. لكن انا بعقلي الصغير مشيت قلتها ليه على نيتي،
هو تقرص وبدا تيقول فراسو هادي تيحكموا فيها دارهم، هادي كتدخل هادي كتدخل الشرق والغرب. قلت ليه شوف انا غير قلت لك حيتاش ما ضيتش بهم، واي بنت كتبغي انه راجلها وعائلته يكبروا بها قدام عائلتها. انا سمعت غير داكشي وجيت قلت لك، اما راه ما تيهمنيش اذا تزوجت بكم شيت معاك ديك الساعه غادي تشري لي اللي بغيت. اللي عندي دابا مهم هو اننا نفكروا في الحريره اللي حنا فيها. هو لا غادي تقرص وخذ هادشي بعين الاعتبار، وبداو عنده قصص فراسو وما تيقول لي والو، علما انه من النوع اللي كيفهم غير بعينيه وكيبقى كيدورهم وكيشوف شنو واقع. ولات علاقتي بينه وبينه ما مزياناش ولا كيتهرب مني بزاف، لكن قبل باش يختبرني غادي يقول لي اسمعي وفاء، اذا جاب الله ما كملش هاد الجنين في كرشك او لو وقع شي اجهاض راه خير غادي نعقدو، ما غاديش بقيت تشربي الكينه ديال الحماله. واذا حيتها وربي رزقني بشي بيبي اش غادي نديرو ولا كيفاش غادي ندير وانا مازال ما كملتش قرايتي اللي قلتي غادي تكمليها. هو بغى يختبرني باش يشوفني واش كنسمع الكلام ولا لا. انا كنت معاه واضحه وقلت ليه لا، وهنا فين غادي ندخلوا في نقاش. هنا عرفت بلي انه راسو باقي مازال صغير، لانه تيدوي معايا في غيبيات في شي امور اللي محال حتى كاع واش غادي توقع. وخلينا الموضوع اللي هو مهم نتاع دابا واللي هو حملتي، انا غادي نقول ليه على نيتي حتى اذا بغيت والديا غادي يرفضوا هذه القضيه. لا انا ما سوقيش، انا غادي نقولها لدارنا. ايوا قوليها. انا مشيت قلتها لهم في الدار ولا وكيفاش وشنو هادشي عاوتاني وفين قرايتك وفين مستقبلك. نات ماما قالتها لبابا اللي غادي يعيط عليه. انا ما رضيتش لان هاد الامور ما خاصش يدخل فيهم الوالدين، انا قلتها لها باش تبقى غير بيني وبينها باش نشوف رايها. هو قال لبابا هاد الامور عمي فلان بينو بين بنتك وحتى شي حد ما خصو يتدخل فيهم. هنا غادي ندخلوا في مواضيع بعاد وباقي عليهم الحال. هو هنا غادي يقطع معايا وقال لي صافي سالينا، انا ما تليتش باغي صافي نحبسو. ما علمش والديا وقال لي قولي هانتي لوالديك، اما انا ما تليتش باغي. كيفاش اذا انت ما باغيش؟ انا راني مازال باغا. شوفوا فين دخلنا دابا. داك الوقت ما كان علم بيا غير مولانا وحطني في واحد الموقف وليت كنقول ليه واه فلان راه حنا موسط واحد الموقف اللي هو صعيب راه ما عندناش الحق اننا نختاره. شوفي انا راني باغي نتزوجك ولكن ماشي حيتاش انتي حامله، ولكن حيتاش انا بغيت نكمل معاك. اما اذا كنت غادي نكمل معاك والديك غادي يتحكموا فينا ويدخلوا ليا في مواضيع ما كتعنيهمش، لا ما عندي ما ندير بهذا الزواج. غادي يقلب عليا وما بقاش يدوي معايا. دوزوا عليا واحد الشهر كيف الجحيم، عييت ما نصيفط ليه، عييت ما نصوني ليه، والو ما كيتسوقش. عاد من بعد غادي نعرف بشنو كاين اشنو كان واقع في داك الشهر. المهم ما تنساوش هذه النقطه. غير دخل الشهر الاخر وها حنا كنجرجروا في الشهوره. قال لي صافي غادي نديروا العرس ولكن من هنا الاسبوع حيت شي افراد من عائلتي راه قربوا انهم يمشيو. قلت لها الوالديا نضنا كنتحاربوا قلبنا على القاعه وكنجريو من هنا لهنا لقينا كلشي عامر. ودارنا تيقولوا لي ما يمكنش اننا نديروا العرس في اسبوع وفاء، راه شي حاجه اللي هي صعيبه. ورغم داكشي بداو كيقلبوا معايا. مشيت قلت ليه فلان راه حتى حاجه ما مقاده وكلشي عامر. قال لي واخا ماشي مشكل. مشاو الافراد ديال عائلته وكرشي خاده وكتنفخ. غادي يوصل الدخول ديال المدرسه وخاصني نرجع لكرايه في ديك المدينه. نات قال لي لا انا خاطبك ما غاديش تمشي تكري بوحدك. مشيت عند واحد خالتي جلست عندها باش انني نتفادى المشاكل، وانا ما علم بيا غير الله بداكشي اللي في كرشي. وهنا فين هو قرر باش اننا نطيحوه. انا ذاك كانت عندي 4 شهور فاش دخلت، ما كتسماش نطيحوه ولكن كتسمى غادي نقتلوه. انا قبلت حيتاش ما نكذبش عليكم، اذا تعرفت بلي انني حامله في ذاك الوقت غادي توقع واحد الحرب اللي هي كبيره، وانا عندي خوتي يقدر هاد المشكل ينوض فيه صداع اللي هو كبير ولا كاع القتيله. خوتي يخرجوا على ريوسهم على قبلي وحتى هو يقدر يدير شي حاجه. شفت السيناريو كامل ما بين عينيا، ولا كيبان ليا بلي انني نحيدو هي اسهل وابسط واقرب حاجه خصني ندير. فهاد المرحله هو بدا كيقلب على شكون يقدر يدير ليا الكورتاج. اللي مشى وقالها ليه وقال لي بلي انه في عمر الجنين 4 شهور كيرفض. فهو غادي يمشي عند واحد السيده اللي خارجه على الطريق. فاش قالها ليها قالت ليه راه واخا تعيا تقلب راني كنعرف اطباء، ولو تمشي لعندهم ما غاديش يقبلوا لانه 4 شهور صعيبه بزاف حيت هي اللي غادي تقدر تموت فيها. هو بدا تيخاف ودات ديك الوقت صعيبه حتى هي. قلت ليه انا ما غاديش نقدر نبقى عند بنت خالتي، راني تقهرت راني ما مرتاحاش عندها، انا بغيت نمشي لكرايا. صافي يا بنت الناس ديري لي بالك. مشيت وحبسنا كلشي وغادي يكمل حياته بحال ما عندنا والو، والكرش غدا وكتكبر. فبحكم انني قليل فين تنجي لدارنا الحمد لله انا وكرشي ما كانش كبير وما كانش مفضوحه. 4 شهور 5 شهور ما كانش كتبان ليا بحال ما حاملاش، خصوصا اني ضعفيت بزاف انا ذاك.
دخلنا في شهر 11 وبديت كنفيقوا فيه. فلان راه الشهور كيدوزو، راني كنعيش العذاب، وفهمني دوقني عرفني شنو مناش كندوز، راني خاصني شي حل. كل نهار كنت كنبات وكنضل تنبكي وكنطلب الله يدير لي شي تاويل ديال الخير ونقرا القران كيفاش غادي ندير نولدو وانا ما مزوجاش وعائلتي مزيرين معايا، ومنين غادي كاع نولدو اصلا؟ شو غادي ندير؟ واش نعطيه؟ واش نشدو عندي؟ ما عارفاش. وانا تنقول الحل الوحيد انا نعطي العائله واحده اخرى، ولكن ما نقدرش، هو ما مسوقش. تخيلوا معايا تيقول لي نعطيه، المهم عندي هو راحتي، انا ما نقدرش نعيش معاك حيت حنا ما مفاهميش ببساطه، بمعنى ما بقيناش في موضوع بلي انا وعائلتي كتدخل فيا، ولكن مو خوت اذا قالوا لي شي حاجه واذا خرجوا العيب من جهتهم عليا انا ضروري خاصني انا نسكت ولا نقولها ليه، هو اللي يتصرف، اما انا نبقى حانيه ليهم الراس. دابا هو عاوتاني رجع تيهضر معايا بشي حاجه اللي هي غايبيه وتيقلب على اي سبه. وافلان واش انا نتظلم وما ندويش على حقي؟ راه ما يمكنش، انا غادي نحترم الجميع، ولكن اذا سالتي بشي حاجه راه ما نقدرش انني نتسناك حتى تجي انت باش نقولها لك، راكي حيت كاينين شي حوايج لي ما يمكنش اننا نصبروا فيهم. أيه احترميهم وتسمعي ليهم وتشقاي في الدار وكوني نقيه ولبسي مزيان وانتي مسبقه العيب من دابا. المهم غيدخل معايا في شي حوايج اصلا ما كيتقالوش بحال هادشي ديال النقه. بدا كيجرجرني بالشهوره حتى قرر باش اننا نديروا العقد، علما انه كل شهر كيديني ندير كونترول وكيشري لي الدويات اللي كتكتب لي عليهم الطبيبه. زعما هاد النقطه باش نكون معكم فيها صريحه، بدا هو كيتزير وعرف بلي انه في الكلينيك تيطلبوا العقد فخاص ضروري انه نتزوجوا، وهنا في قررنا باش انا نتزوجوا، ولكن ما نديرش العرس حيت كنت باقيه مازال تنقرا، ولكن طلب مني باش انا نمشي معاه للدار. والديا ما توضحاتش لهم هاد النقطه، ما كانش في بالهم بلي انه غادي نمشي نسكن معاه حتى نديروا العرس. انا وليت غير كنسلك معاه، بغيت نطيح معاه كواريه غير باش انا نعقدو ونفكوا الحيره ديالي، حيت كرتشي بدات كتكبر واحد شويه، واذا لبست غير شي حاجه مزيره غادي تبان لي مفضوحه. عرفت بلي انه انا ذاك عندي ولد، وجا النهار اللي غادي نمشيو نديرو فيه العقد. عاوتاني خلاني حتى النهار بنهارو ومصيفط ليا ما تليتش باغي، صونيت عليه شي 40 مره عاد غادي يجاوب، وفلان كيفاش ما تليتيش باغي؟ صيفط لي انا ما مساليش ليك وعمرني ما غادي نسالي ليك. واش عرفتو فاش شفت هذاك المساج بحال ترشتوني؟ غادي يعيط لي بابا وغادي يجاوبو هو ديك الساعه. قال لي راه وفاء ولدي قالت لي بلي انا ما بقى والو. واش بصح؟ لا عمي انا جاي في الطريق، انا قربت نوصل. هو جا عقدنا وكنت لابسه القفطان ديالي، ما تحزمش باش ما نفضحش راسي حيتاش انا ذاك كانت عندي 7 شهور، ولكن ما بيناش فيا وصداق ما عطاش ليا، قال لي ما عنديش. واخا فدرنا قلت لهم راه عطا ليا، واخا ماشي مشكل انا ما طمعاش حتى يكون عندك، لكن كي قلت لكم عند بال عائلتي انه عطاني. المهم غادي نديروا ذاك العقد، وحاولت انني نفرح براسي وما تزوج بهذا الانسان الا للدوام. داز داك النهار اللي كان كله نشاط وما قدني فرحه، لانه هو اخيرا غادي يلقاو حل داكشي اللي في كرشي، هادشي اللي كان تيصحابني، ولكن اللي جاي حكايه واحده اخرى. لكن حيتاش قصتنا طويله فغادي نقسمها لجزئين، انا عارفه بلي انكم كتكرهوا هذا الامر ولكن ما عندي ما ندير. الجزء الثاني غادي نكملوا اليوم في الكتاب باش نحطوا لكم غدا ان شاء الله. فغير قولوا لي شنو كتوقعوا لتحت في التعاليق انه غادي يقدر يكون. وصراحه في هذا الامر ولا في هذا الجزء ما كنظنش بلي انكم غادي تقدروا تعرفوا، لانه حتى انا غادي نتصدم. نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله، ما تبخلوش عليا بالتعليق لتحت، ونقول لكم نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد على نفس القناة. وسلام سلام.